بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. سمعكم صوت الكلب، طبعا هذا الكلب ودلو كان سمعكم صوته على الطبيعة. بس قبل ما نبدأ في هذا الفيديو، أتمنى اللايك والجرس ليصلكم كل جديد وغريب. يلا بينا نسمع صوت الفيديو. هذا الفيديو اهو، هذا الكلب اه طبعا زي ما شايفين ده كلب بلدي اهو. ده صوته وده شكله الجميل، شاهدوا البسه وصوتها الجميل. دي منظر البسه وده صوتها الجميل. بسم الله ما شاء الله. ادي القطه شكلها جميل جدا وروعة. بسم الله ما شاء الله. وده صوتها الجميل. بسم الله ما شاء الله. صوت صغار النازه، هو ده صوت صغار النازه. صوتها جدا جدا جميل وروعة زي ما سامعين. هو ده صوت الماعز زي ما شايفين. ده اسمه الماعز او الغنم، وصوته الجميل جدا والرائع. بسم الله ما شاء الله، حاجة قمة الكمال. صوت الحصان، صوت الخيل. بسم الله ما شاء الله، صوته جميل جدا ورائع، حاجة جميلة. زي ما شايفين هذا الصوت الجميل، صوت جميل جدا وروعة، حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. بسم الله ما شاء الله. زي ما شايفين هذا الصوت الجميل، صوت البقر. هو ده صوت البقر اهو، ده صوت البقر اهو، ده صوت البقر، ده صوت البقر. صوت الخرفان زي ما شايفين، ده صوتها الجميل وده شكلها الروعة. هو ده صوتها زي ما شايفين، ده صوت الخرفان. هو ده صوته جميل وعلى الطبيعة. صوت النحل، صوت طنين النحل زي ما شايفين حضراتكم. هذا الصوت الجميل جدا والرائع زي ما شايفين، وصوته الجميل بسم الله ما شاء الله، صوت رائع، حاجة جميلة جدا في قمة الجمال وقمة الروعة زي ما شايفين. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو. لا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط اللايك وتفعل زر الجرس، وشكرا.